أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: الآيات التي مرت معنا وما فيها من عقيدة الولاء والبراء وما يلزم منها من كراهية الكفار، السؤال: هل يجوز أن ندعو لهم بالهداية وأن نحسن الأخلاق معهم لدعوتهم مع الكراهية لهم، أم أن الكراهية لهم تعني إساءة الأخلاق معهم؟ نعم، أعيد السؤال. يقول أحسن الله إليكم: في الآيات التي مرت معنا وما فيها من عقيدة الولاء والبراء وما يلزم منها من كراهية الكفار، فهل يجوز أن ندعو لهم بالهداية؟ نعم، ندعو لهم بالهداية، ندعو لهم بالهداية، لكن لا ندعو لهم بالمغفرة. فرق بين دعاء لهم بالهداية وبين الاستغفار لهم، هذه واحد. نعم. يقول أحسن الله إليكم: وهل يجوز أن نحسن الأخلاق معهم لدعوتهم مع الكراهية لهم؟ وقولوا للناس حسنا، نحسن المعاملة معهم، نصدق في المعاملة ولا نخون، وندعوهم إلى الله سبحانه وتعالى بالحكمة والموعظة الحسنة، لكن لا نحبهم ما داموا كفارا، لا نحبهم، لكن نحب لهم التوبة، ولذلك ندعوهم إلى الله. نعم.